ويا هل صحيح انك في التزليق مواكبة الثلاث ركوب عربي سنة ما شئت الحصان اللي لخبطت اكثر من طرق ركوب الاخرى، بمعنى ان حصانك الخاص اللي انت مدرب به ممكن في موضوع معين يبدو انه متلخبط ويعطيك مثل بس في لخبطه، بينما طرق الركوب الاخرى دائما الحصان في وضع راقي او اقل لخبطه. الواقع مو بس خطا الكلام ده، عكس الصواب، بالمنطق طرق الركوب الاخرى تخليه يسوي اللي يبغاه في الفراغ. فاذا كان المقصد ان الحصان ما طلع من الفراغ اذا ما في لخبطه، ما هو اللخبطه جوا الفراغ، شلون لو طلع؟ انت من النهايه اصلا طريقه مبنيه انك تعطيه حق فعل ما يريد حدود الفراغ، فحدود الفراغ راغ او قمص او انطلق لك، هاي لخبطه. وان قيل لا ما نعتبرها لخبطه طالما انه ما طلع من الفراغ ما يعتبر لخبطه. اذا في مواكبه الثلاث انت تعطي الحصان حق اللخبطه اللي سواها، زي ما الشيء اللي سواه بحدود الفراغ لا يعتبر لخبطه لانه من حقه يسوي بحدود الفراغ. في التزليق رفع الراس او فتح الفم او الاندفاع او الحراره او المحاوله، من حق الحصان يحاول، حاول وفشل من ضد الطريقه. بما انه حاول وفشل والطريقه تعطيه حق الشيء هذا، اذا ما يعتبر لخبطه. اذا اصريت تسمي شيء ذا لخبطه، اذا الحصان لما يسوي اللي يبغاه بحدود الفراغ في القفل يعتبر لخبطه. تناقض انك تقول لا بحدود الفراغ من حقه بطريقتي فما اراها لخبطه، بينما هنا لما يسوي شيء من حقه يسويه بطريقه الشخص نفسه تقول لا لخبطه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كذا ولا كذا وقت الجد لما يختلف يتلخبط معهم يطلع من الفراغ. يعني شوف الحصان بركوب بطريقه امريكيه فرنسيه دريساج قمه المثاليه، وكنت مصر ان طالما اللي سواه بحدود الفراغ ما ترى لخبطه وترى اللي صار في التزليق لخبطه، لما اختلف الحصان لما جفل ما يصور شيء، بس لما يصور افرض انك مصور وخاف او جفل وبغى فحل وبغى فرس الى اخره، اول شيء يسوي يطلع من الفراغ يسحب، وهو طالع يسوي الاشياء اللي يسوي بالفراغ، يعني طلع من الفراغ وسحب وشنع وقمص وانطلق ورفع الراس وغيره. فوقت الجد سوى الشيء اللي برا الفراغ، فوق كذا حتى هو داخل الفراغ اصلا متلخبط. فاللخبطة يقصد فيها شيئين، اما انك قصدك ان الحصان سوى شيء معين انت ترى انه خطا حتى لو كان راعي الطريقه يرى انه صح. اذا هذا يصير معك خاصه وقت الجد حتى طريقتك اكثر بعد. واما انك تقول لا اللخبطه ان الحصان يسوي شيء معين راعي الطريقه ما يبغاه، هذا حاصل ولا فكره من التزليق. من جميع الاشياء اللي تصير في التزليق انت تعطي الحصان حق فعله، بينما هناك كثير من الاشياء يسويها انت ما اعطيت الحصان حق فعله وسواها غصب. اخيرا وهو الاهم، لما الحصان تعطيه امر لفعل شيء معين تلخبط، اللخبطه اللي يجعلها خطا او يجعلها لخبطه ان الحصان لخبطك، بمعنى اني ابغى شيء معين وتلخبط الحصان فما اعطاني ما اريد، او لخبطني فما اخذت منه ما اريد. كيف تسمى لخبطه وهي ادت الى بالفعل ما تريده بالضبط والحصان ما قالك لا؟ فلو حاول يرفض وبدا انه ملخبط بالنهايه اعطاني ما ابغاه ما اريده بالضبط كنتيجه وما استطاع يرفض. هناك لما تلخبط رفض اللي انت تبغاه وسوى اللي يبغاه او اقبل اللي يبغاه من اللي انت تبغاه. فالحكم عندهم شكلي بحت غير صحيح، الحكم عندي واقعي مرئي بالعلم مجرد اذا كان الشخص يبغى يحكم عقله.